بسم الله وعلى بركة الله نبدأ التغطية الخاصة لكلاسيكو القرن، مباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد الأسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مشاهدي برنامج الترند في كل مكان، أهلا بحضراتكم. وهذه التغطية وهذه الحلقة الخاصة لمباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد، حدث تاريخي لا يتكرر كثيرا، ولكن مع الأهلي توقع كل شيء. عام 2020 النادي الأهلي واجه بايرن ميونخ، في العام الماضي الأهلي واجه بالميراس البرازيلي. على مدار التاريخ الأهلي كانت ليه مواجهات عديدة وتاريخية وكبيرة مع أكبر الفرق العربية والعالمية في جميع المحافل الدولية، حتى المباريات الودية كانت مع الريال ومع برشلونة، ولكن الآن مباراة رسمية مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية. تابعونا على مدار الحلقة، هتشوفوا كل الجديد وكل اللقطات الخاصة والحصرية، وكمان أبرز التصريحات وأبرز المعلومات والكواليس من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي ومن كل الكواليس الموجودة في الرباط، وتحديدا كمان من ملعب مولاي عبد الله. هنرصد لكم كل التفاصيل المتعلقة بمباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، ونبدأ بدري كده ونسخن للمباراة، وعايزين نعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية، ومين كمان ممكن يتألق من اللاعبين ويحرز الأهداف في مباراة النهاردة، مباراة الأهلي وريال مدريد. شاركوا معانا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم. يا رب بإذن الله تكون التوقعات حتى لو فيها تمنيات، بس التمنيات تكون بنفس التوقعات اللي هتقول إليها نتيجة مباراة اليوم. طيب نبدأ كمان حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي الليلة، كلاسيكو القرن بين الأهلي وريال مدريد، وكمان صحف العالم تسلط الضوء على المواجهة التاريخية، وأخيرا حوار مهم للخطيب مع ماركا الأسبانية. مش بقول لكم حدث كبير واللحظة مهمة وتاريخية، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي هيكون على قدر الحدث، والجماهير ستصنع الحدث اليوم في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. طيب استعراض مباريات اليوم والنهارده، بالتاكيد مفيش اهم ولا افضل من مباراه نصف نهائي كاس العالم للانديه عشان تكون معانا في جدول مباريات اليوم النهارده. الاهلي وريال مدريد في الساعه 9 من مساء اليوم بتوقيت القاهره، مركب مولاي عبد الله في الرباط. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في تخطي هذه المواجهه الصعبه، ويكون يا رب التاهل حليف الاهلي للوصول للمباراة النهائية لمواجهة الهلال السعودي، ولعل وعسى يكون أول نهائي عربي في كأس العالم للأندية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس والمعلومات في فقرة ترند ترند. زي ما انتم شايفين حضراتكم، يمكن ده استقبال فريق النادي الاهلي لاحمد القندوسي اللاعب الجزائري المنضم حديثا للنادي الاهلي. هذه الكواليس وهذه اللقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي لكل الساده المشاهدين. يمكن احمد القندوسي وصل بالامس حوالي الساعه 1:30 من صباح اليوم، كان في استقباله الكابتن سمير عدلي. يمكن سافر كابتن سمير عدلي المدير الاداري من الرباط الى كازابلانكا عشان يصطحب أحمد القندوسي من مطار كازابلانكا، ويسافر به إلى مدينة الرباط، ووصل حوالي 1:30 من صباح اليوم في فندق الإقامة، وعلى طول وصل الفندق قابل يمكن عدد من مسؤولي البعثة كانوا في انتظاره. والنهاردة الصبح على طول بقى في الفطار يمكن ارتدى بقى تيشيرت الأهلي والزي الخاص بيه، كل حاجة بقى خلاص بقت ضمن البعثة. أحمد القندوسي يمكن أحدث الوجوه المنضمة للنادي الأهلي، والنهارده كان موجود مع الفريق على الفطار، وطبعا شايفين اللعيبه اول ما نزلوا من الاوض ونزلوا للفطار استقبلته طبعا، وان شاء الله باذن الله يكون انضمام وصفقه مفيده للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اللاعب الجزائري كان عنده مهمه في الفتره الاخيره مع منتخب الجزائر للمحليين،
ولعب مع الجزائر حتى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، ولكن سوء الحظ والتوفيق ما كانش معاهم، خسروا من السنغال بركلات الترجيح، وحتى أحمد القندوسي ما كانش موفق يعني في الركلة الترجيحية اللي سددها في الضربات الأخيرة في المباراة. لكن إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية هيكون بداية موفقة ليه مع النادي الأهلي، وبإذن الله الفترة اللي جاية مع بطولة إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا هيكون أحد الإضافات المهمة جدا في خط وسط النادي الأهلي. أحمد القندوسي بيلعب في مراكز مختلفة، لكن كل ده بالتأكيد هيجي حديثه خلال الفترة اللي جاية. لسه عندنا كلام بقى بعد نهاية مشوار المونديال، هنتكلم على أحمد القندوسي والمشاركات والمراكز اللي بيلعب فيها والإضافة اللي ممكن يقدمها مع النادي الأهلي في خط وسط الفريق في الفترة اللي جاية. لكن عايز أروح بقى لأخبار البعثة. يمكن النهاردة كان في خبر حزين، يمكن خبر مؤسف حزين جدا، البعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب النهاردة تقدمت بواجب العزاء والمواساة لرامي ربيعة لاعب دفاع أو لاعب بالنادي الأهلي ومدافع الفريق في وفاة المغفور له والد زوجته، والذي وفاته المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم. الجهاز الفني ولاعبي الفريق حرصوا على تقديم واجب العزاء لرامي ربيعة اللي تلقى الخبر في ساعة متأخرة من مساء أمس أثناء تواجده بمعسكر الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب. طبعا في مثل هذه المواقف بتبقى اللحظات صعبة والمواقف صعبة، في ظلك بالتأكيد بعيد عن أهلك وأسرتك وزوجتك، لكن ربنا يلهم الأسرة يا رب الصبر والسلوان، وخالص التعازي لرامي ولأسرة رامي ربيعة ولزوجة رامي ربيعة إن شاء الله. طيب الحديث عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يمكن الحديث لم يتوقف فقط في الصحف المحلية، ولكن الصحف الأوروبية والصحف الأسبانية كان لها حديث مهم جدا وعناوين رنانة. يمكن صحيفة آس الأسبانية قالت وسلطة الضوء على نهائي القرن المرتقب ووضعت صورة للشناوي أمام فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي وقائد خط هجوم فريق الريال، وقالوا في المانشيت الرئيسي على الصورة ملوك العالم ريال مدريد والأهلي هما الأفضل على الإطلاق في أوروبا وإفريقيا. عندما تتحدث أكبر الصحف الأسبانية عن مكانة وشعبية وإمكانيات الأهلي والصورة المضيئة للنادي الأهلي اللي بيمثلها عن الكرة المصرية أو حتى عن الكرة الإفريقية في المحافل الدولية، ده بالنسبة للصحف الأسبانية، والبداية كانت من صحيفة تقاس. لكن نروح كمان لصحيفة الماركا، دانكو هولمان شيبت معانا والغلاف، لكن صحيفة الماركا قالت مدريد يتجه لابتلاع العالم مرة أخرى. وطبعا زي ما انتم شايفين الشعار بتاع الريال، طبعا ريال مدريد هو النادي الملكي والتاج الملكي، يمكن ده شعار نادي الريال، لكن طبعا هي الماركا بتتكلم على قدرات الريال في كأس العالم، وان الريال من على فكره من الفرق الاوروبيه الا لما بيدخل اي منافسات عالميه ما بيدخلش بهزار او ممكن يتهاون في نتيجه مباراه او بطوله، عكس الفرق اللي بتيجي مثلا من امريكا اللاتينيه. لا، الريال دايما بيبقى داخل عايز يكسب المباريات اللي بياخدها وبيكسب البطولات اللي بياخدها، والبطوله دي بالنسبه لريال مدريد على فكره بطوله مهمه جدا، نتيجه النتائج في الدوري الاسباني مترديه ومتاخره شويه، فعايز يعمل بطوله معنويه ترفع من معنويات الجهاز الفني واللاعبين بقياده انشيلوتي قبل ما يرجع للدوري الاسباني، لان في فرق نقاط ما بينه وما بين البارسا بيصل حوالي دلوقتي لثمان نقاط بعد خسارة الريال أمام مايوركا. طيب النهاردة الماركا عملت لقاء صحفي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وقالت في عنوان لاعب رائع في السابق ومعجب بفلورنتينو بيريز. محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي منافس ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية، ولكن ليس ذلك فقط، فهو أسطورة لكرة القدم في مصر وإفريقيا. الخطيب قاد الأهلي كلاعب لسيطرة مطلقة على المشهدين المحلي والقاري في السبعينيات والثمانينيات، أحرز هدفا في عام 82، قاد الأهلي لتحقيق أول لقب قاري في تاريخهم، وهو يأمل في قيادة النسور الحمراء وهو على مقعد الرئيس إلى أول نهائي لكأس العالم في تاريخهم. الخطيب أول لاعب مصري يفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا عام 83،
وهو يجلس على مقعد رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017. خلال تلك الفترة حقق الأهلي لقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، منها بطولة عام 2020 اللي حقق فيها الأهلي الفوز على غريمه الزمالك 2-1 في النهائي. عايز أقول لكم المباراة دي والهدف أفشل لأحرز في هذه المباراة كان حديث كل الأوساط القروية في أسبانيا عندما تحدثوا عن الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية في الفترات السابقة، وحتى قناة ريال مدريد في تناولها للماتيريالز الخاص بالأهلي بروزت هدف أفشة في نهائي القرن مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل الماضية. طيب بالأمس كان في لقاء للماركا مع الكابتن محمود الخطيب في وجود المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، واللي بالتأكيد دكتور سراج من الشخصيات الأهلوية وهو عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، ليه حضور مهم جدا في إسبانيا وحضر مؤتمرات مهمة جدا لليغا الأسبانية وليه علاقات قوية جدا بعدد من المسؤولين في إسبانيا، فبالتأكيد كانوا حريصين يلتقوا بدكتور سراج وأيضا كمان بالكابتن محمود الخطيب. يمكن سألوا الكابتن الخطيب وقالوا سألوه بالنسبة للأهلي مباراة اليوم هي مباراة القرن لماذا؟ الكابتن الخطيب رد وقال ريال مدريد نادي القرن في أوروبا، أكثر الأندية حصولا على البطولات القارية في العالم، والأهلي نادي القرن في إفريقيا وثاني الأندية الحصولا على بطولات القارية في العالم، وبالتالي هنا بتأتي أهمية المباراة بين النادي الأول صاحب التتويج الأعلى والنادي الذي يليه في عدد البطولات القارية. كمان شعبية الناديين كبيرة وبالتأكيد الريال صاحب تاريخ كبير ونحن نعتز كثيرا بهذه العلاقات. طيب هرجع تاني أكمل تصريحات الكابتن محمود الخطيب لصحيفة الماركا الأسبانية لأنها تصريحات مهمة جدا وتاريخية ويجب علينا أن نسرد كل هذه التصريحات، ولكن مهم جدا نروح بسرعة ونطير بسرعة إلى الرباط من مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نطمئن ونعرف أخبار الفريق إن شاء الله قبل التحرك إلى مركب مولاي عبد الله استعدادا لمواجهة اليوم، المواجهة الحاسمة والتاريخية، وإحنا بصراحة عايشين لحظات تاريخية، لقاء الأهلي وريال مدريد مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. البداية كده مبشرة يعني بترتدي اللون الأحمر، ويا رب إن شاء الله النهاردة الرباط والمملكة المغربية النهاردة اللون الأحمر يكون هو اللي طاغي بشكل كبير على الشوارع في الرباط وفي كازا وفي طنجة وفي كل الأوساط المملكة يا رب بإذن الله. الأجواء والكواليس، والنهاردة كمان كان في حضور ووصول عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وصول عدد كبير جدا من جماهير الأهلي، يعني الحالة والأجواء والأخبار عندك إن شاء الله يا كريم. يعني بمشيئة الله وعلى بركة الله محمد إن شاء الله النهاردة يكون يوم النادي الأهلي ويوم نصر كل جمهور النادي الأهلي. كل التحضيرات انتهت الفنية والإدارية والتنظيمية، تبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئة الله مع العبيد اللي عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم وفي الجهاز الفني في كل مرة محمد. طبعا المستحيل مش في كرة القدم، كرة القدم بتدي المجتهد، إن شاء الله بإذن الله نكون مجتهدين النهاردة ونكون في ميعادنا. أجواء أكثر من رائعة الحقيقة هنا في طبعا المملكة المغربية وأشقائنا المغاربة الحقيقة بيقوموا بدور كبير جدا جدا، لمسات رائعة، الكل بينتظر، جمهور النادي الأهلي بينتظر، كل طبعا أشقائنا المغاربة بيكونوا بيتوافدوا خارج فندق الإقامة لتحية فريق النادي الأهلي في التدريبات في العودة، فيمكن أمور طيبة جدا يا رب إن شاء الله. استاد مولاي عبد الله يزين بكل أشقائنا المغاربة وجمهور النادي الأهلي ويكون الهتاف كبير جدا يا رب ان شاء الله، الدفعه المعنويه الكبيره لكل الجماهير اللي ورا النادي الاهلي تصب بمصلحه فريق النادي الاهلي. اجواء اكثر من رائعه ومميزه، لكن خلاص اقدر اقول لك محمد مجلس اداره النادي الاهلي توفد بالكامل ان شاء الله باذن الله لمؤازره فريق النادي الاهلي كالعاده برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي بمشيئه الله النهارده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي هنشوف اللقطات الخاصه المعتاده الحقيقه لتواجده مع بعثه فريق النادي الاهلي ووقوفه طبعا على الحافله، تحيته للعيبه. يمكن كان في كلمات بسيطه للكابتن محمود الخطيب النهارده قبل طبعا تناول وجبه الغداء، ده مهم جدا الحقيقه يا محمد لما بيكون الكابتن محمود الخطيب بيتحدث مع لاعبي النادي الاهلي، لان هذه مباراه عالميه، مباراه القرن بالنسبه طبعا لنادي ريال مدريد والنادي الاهلي. ان شاء الله نستمتع بمباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، كل التعليمات اللي ذكرت ونفذت وبيشتغل عليها مستر كول
كولر من خلال نظري ومن خلال العملي ومن خلال الهايلايتس خلال الايام الماضيه تكون مستوعبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. يتبقى لنا توفيق ربنا، يتبقى لنا تركيز لعيبه النادي الاهلي، شخصيتهم، قلبهم، كل الامور يا محمد بتصب ان المباراه هتكون مهمه ومباراه قويه، لان التحضيرات اهم الحقيقه، والترتيبات لعيبه النادي الاهلي يعني عندها ثقه بحذر كبير جدا للقيمه الكبيره ريال مدريد، لكن كره القدم فيها كل شيء، متغيراتها كثيره، ثوابتها كثيره، فيا رب ان شاء الله المتغيرات تكون في صالحنا، ويا رب مشيئه الله يا محمد يكون يوم فرحه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. طيب اخرج بره اطار المباراه ولو لحظات بس يا كريم، وعايز اسالك على استقبال اللاعبين لاحمد القندوسي، ابرز الوجوه المنضمه للنادي الاهلي، مدى الاستقبال، وكمان عايز اعرف شعور اللاعب الجزائري فور الانضمام للاهلي وحرصه على التواجد في الجزائر. يمكن مارسيل كولر اداله راحه سلبيه عقب نهايه بطوله الشان في الجزائر، لكن القندوسي كان عنده حرص ان يكون موجود مع البعثه في الساعات الاخيره ويحضر مباراه الريال ويستمر معهم حتى مباراه يا رب الفاينل ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. استقبال كالعادة بلغة الكبار طبعا من لاعبي النادي الأهلي للقندوسي الوفد الجديد، يعني هنقول بقى إن شاء الله بإذن الله بيتمنى له كل التوفيق، لفتة طيبة ورائعة جدا الحقيقة مستر كولر، ومنه كمان القندوسي إن هو يكون حريص إن هو يكون متواجد في هذا المحفل الرياضي الكبير وفي هذه المباراة الكبيرة جدا الحقيقة. محمد أنت عارف حلم كبير جدا إن أنت تكون متواجد في كأس العالم، تشارك، تكون على الدكة، تكون في القائمة، تكون متواجد في البعثة، ده أمر مهم جدا. فالحقيقة يمكن القندوسي كل استقباله الحقيقة استقبال أكثر من رائع، راجل عنده الرغبة الشناوي الحقيقة، طبعا يمكن كان قائد النادي الاهلي كالعاده طبعا، وكل لعيب النادي الاهلي علي معلول، كل اللعيبه السوليه، كل اللعيبه يمكن حيته بشكل كبير، حفزته بشكل كبير جدا. وايضا كمان تعرف محمد القيمه الكبيره جدا للنادي الاهلي، لابد ان هو يعيش معانا هذه الاجواء، وده امر مهم جدا بالتاكيد طبعا. يعني هو شاف طبعا مباريات عديده وشاف كثافه جماهير كبيره جدا وعاش بطولات كبيره جدا، لكن بطولات النادي الاهلي مختلفه، فان هو يكون متواجد في هذه الاجواء وفي هذه اللحظات وفي مباراه بقيمه ريال مدريد امر مهم جدا. بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى وشه يكون حلو على النادي الاهلي بمشيئه الله في مباراة اليوم، لكن الأهم محمد نرجع للعبتنا ونرجع للجهاز الفني في هذه المباراة، يا رب إن شاء الله يكونوا مركزين جدا في المباراة، دخولنا يكون جيد. كل التحضيرات الحقيقة من خلال تدريب الأمس مستر كولر استقر على التشكيل بشكل كبير، لكن أنت عارف محمد ممكن يكون في متغيرات في التشكيل، ممكن يكون فرد أو فردين، لكن إن شاء الله السيناريو يكون موفق، لاعبي النادي الأهلي يكون في ميعادها، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لو معانا نقدر نصنع المستحيل كالعادة. النادي الأهلي ما فيش قدامه حاجة توقف بمشيئة الله. اكيد طبعا لو الفكره في التشكيل، احنا ممكن كنا ننفرد بتشكيلات مباريات سابقه كتير قوي وكان عندنا معلومات، لكن طبعا اهم حاجه عندنا المصلحه العامه والمصلحه الجماعيه للفريق اهم كتير جدا من اي سبق اعلامي. طالما الجهاز الفني بيتعامل مع التشكيل الرسمي بسريه شديده في ظل ان هو بيتعامل مع كل مباراه حسب ظروفها الخاصه. ولكن يا كريم عايز اسالك على الجماهير، هل عندك معلومات النهارده هل في جماهير وصلت الى الرباط تحضر، تؤازر، تساند، تشجع؟ التذاكر هل تم توفرها بشكل جيد ومناسب للجماهير التي وصلت إلى المغرب خلال الساعات الأخيرة؟ يعني برضو عايزك تطمنا على الحضور الجماهيري بالنسبة للأهلوية اللي وصلوا المغرب في الساعات الأخيرة عشان يحضروا الماتش بالليل. وعي كبير جدا يا محمد من جمهور النادي الاهلي اللي حريص الحقيقه نكون متواجد خلف فريق النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه وفي بطوله كاس العالم للانديه. بالتاكيد يا محمد يمكن وصل عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي اللي بنتمنى ان شاء الله يزين استاد مولاي عبد الله، الكل حريص يا محمد بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويشجع ويآزر، ده دعم كبير جدا معتاد من فريق من جمهور النادي الاهلي. لكن الحقيقه احنا مش حاسين بجمهور النادي الاهلي مع اشقائنا المغاربه، الكل بيتكلم على النادي الاهلي، ما بتفرقش يا محمد هذا الامر، ناس كتير جدا الحقيقه بتتكلم على العلاقه الطيبه الكبيره جدا، ومن خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي الكل بيتابع محمد ردود الافعال، ناس بتحاول تسمع تصريحاتك بشكل كبير جدا، بتحاول ان هي تركز معانا في التصريحات، بتشوف ايه الكلام اللي بيقال، ودي حقيقه ما نقدرش ان احنا نكذب على المجهود الكبير اللي بيبذل الحقيقه من اشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي. املنا كبير جدا في جمهورنا، هتافهم مهما كان قله العدد، لكن الكل في واحد النهارده ان شاء الله، نهائي عربي بنتمناه يا رب ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي عنده خطوه مهمه جدا، لكن المستحيل ليس في كره القدم، يا رب ان شاء الله باقدام لاعبي النادي الاهلي وبتوفيق ربنا وبالحماس التركيز الكبير جدا اللي فيه لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله نكون في يومنا، وان شاء الله يا محمد يكون يوم فرحه على الشعب المصري وليس كل جمهور النادي الاهلي. في التوقيت اللي بتكلم معاك فيه يا كريم دلوقتي الغداء، ميعاد الغداء بالنسبه للفريق، والتحرك هيكون الساعه 7 ان شاء الله بتوقيت القاهره باذن الله، مظبوط كده؟ بالتاكيد يا محمد، بالتاكيد يا محمد صح جدا، المعلومات صحيحه. في هذه اللحظات بتتناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الغداء، ومن بعدها ب 35 دقيقه تكون محاضره فنيه اخيره معتاد الحقيقه المستر كولر بياكد على كل الامور الخاصه بالتشكيل والتحفيز ورسائله ان شاء الله تكون مهمه وتوصل لاعبي النادي الاهلي. هنتحرك من هنا ان شاء الله يعني في السادسه، انت عارف الملعب بيبعد من 7 ل 8 دقائق طبعا بالتامين، فقرب الملعب ده امر مهم جدا، ان شاء الله نصل في الميعاد وكل لعيبه يكون في الميعاد يا محمد بمشيئه الله.
ان شاء الله الاهلي هيكون في الموعد، وباذن الله يكون نتيجه النهارده موفقه، نضرب رقم تاريخي ورقم قياسي، وباذن الله الاهلي يكون موفق. شكرا يا كريم، وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. كان لقاء مهم جدا ومتابعه حيه ومباشره من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي عشان نطمئن على كل الاخبار الخاصه بالفريق في هذه اللحظات قبل ساعات قليله جدا من مباراه القرن. لسه عندي تفاصيل اكتر، ولسه هرجع لتصريحات الكابتن محمود الخطيب لصحيفه الماركة الاسبانيه، ولكن في هذه اللحظات اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم لان في كلام مهم جدا النهارده نشر على صحيفه الماركة الاسبانيه وتصريحات للكابتن محمود الخطيب. يمكن هستعرض التصريحات لان الاسئله مهمه جدا، لان الصحفي الاسباني اللي كان بيسال الكابتن كان بيحاول يعرف منه بعض النقاط اللي عايز يعرف استراتيجيه اداره الاهلي، تفكير رئيس النادي الاهلي في مساله قياده النادي الاهلي، وانت لاعب كوره ولاعب اسطوري وازاي قدرت تنجح. الاسئله كمان راحت في اطار الاهلي يقوده الكابتن محمود الخطيب، ريال مدريد بيقوده فلورنتينو بيريز، كيف تتعامل اداره الناديين مع حجم الانجازات والبطولات والشعبيه الجماهيريه في هذا الشان. لذلك مهم جدا استعرض مع بعض ومعاكم التصريحات. الصحفي الاسباني سال الكابتن الخطيب وقال له هل تعتقد انه من الصعب على ريال مدريد الفوز بالمباراه؟ رد الكابتن وقال نتمنى ان تكون المباراه ممتعه. الريال يضم مجموعه من اللاعبين المتميزين ولديهم مدرب ناجح وهو كارلو انشيلوتي، ولكن الاهلي تعود على مثل هذه المواجهات التاريخيه، لدينا لاعبون رائعون ومدرب متميز هو مارسيل كولر، والفريق يشارك في مونديال الانديه للمره الا الثامنه. الصحفي الاسباني سال الكابتن هل ترى الفوز على ريال مدريد نوعا من المعجزه بالنسبه لكم؟ رد الكابتن محمود الخطيب وقال نحن نحترم منافسنا كثيرا، لكننا نثق بانفسنا وسنتمسك بفرصنا في الفوز بالمباراه. سنلعب من اجل الفوز، وان حققنا الفوز لن تكون معجزه، ولكنها ستكون نتيجه ما يمتلكه الفريق من امكانات ومميزات. خدوا بالكم من المعاني اللي في اجابات الكابتن، لان الكابتن عايز يوصل او يوصل رساله ان الاهلي قيمته اكيد لا تقل عن ريال مدريد، والفوز ليس مفاجاه ولا معجزه. عندنا امكانيات ونقدر نفوز لو امنا ان احنا عندنا امكانيات وقدرات. الصحفي الاسباني سال الكابتن وقال له كنت لاعبا كبيرا في السابق، هل كنت تشجع ريال مدريد ومن تتذكره من لاعب الريال؟ رد الكابتن محمود الخطيب وقال بالنسبه لي الاهلي هو نادي حياتي، ولا يوجد شيء يجعلني سعيدا مثل رؤية الأهلي ناجحا، لكن أتابع فريق الريال، أتذكر دائما أسطورة الريال دي ستيفانو الذي أعتبره واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم على مدار التاريخ. لقد تمت دعوتي في الثمانينيات لحضور حفل في ملعب سانتياغو برنابيو مع العديد من النجوم الأفارقة، منهم الكاميروني ميلا والمغربي بودر بالا والمالي ساليف فاكيتا، والتقيت في هذه المناسبة مع الأسطورة دي ستيفانو واساطير اخرى من ريال مدريد مثل بوشكاش. يمكن الصحفي الاسباني سال الكابتن محمود الخطيب من اللاعب الذي تتمنى انتقاله من الريال للاهلي؟ رد الكابتن وقال اي فريق يتمنى التعاقد مع اي من لاعبي الريال، لكن لنكن واقعيين، الانديه في افريقيا ليس لديها الامكانيات التي تجعلها تضم لاعبين من هذا المستوى في اوروبا، لكن بكل تاكيد انا معجب بكريم بنزيما ولوكا مودريتش. طب كيف ترى فلورنتينو بيريز وهل تتطلع للقائه؟ رد الكابتن وقال عندما تكون على رأس كيان كبير مثل ريال مدريد لابد أن تكون رئيسا ناجحا، وبيريز كذلك أنا أقدره لأنه دائما يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لناديه، ولديه أسلوب عمل متميز كرويا واقتصاديا، ودائما ما يقوم بتجهيز فريقه للمستقبل، وبالطبع يسعدنا اللقاء والتعاون معه، خاصة أن علاقتنا مع الريال قوية وممتدة منذ سنوات طويلة. طيب التشابه بقى في مسألة الجماهير، وده اللي كانت بتركز عليه الصحف الأسبانية سواء الماركا أو حتى موندو ديبورتيفو. اتسأل الكابتن على فكرة التشابه بين جماهير الأهلي وجماهير الريال. الكابتن محمود الخطيب قال التشابه الواضح بين جماهير الناديين هو الحب الكبير لأنديتهم ومساندتهم في كل المواقف أيا كانت النتائج سلبية أم إيجابية. جمهور الأهلي هو شريكنا الدائم في كل الانتصارات والبطولات، ولديهم عشق كبير لناديهم. الجماهير هم من يجعلون أنديتنا عظيمة ومميزة. يعني كلمة السر هي الجماهير. طيب نروح بقى كمان لعنوان في صحيفة الأس الأسبانية
واللي قبل مباراة الأهلي والريال قالت الأهلي هو ريال مدريد الأفريقي. والصحيفة الأسبانية تحدثت مع المدير الفني البرتغالي السابق للأهلي ريكاردو سواريش، اللي هو أعتقد ما استمرش الأهلي أكتر من حوالي شهرين يعني. تعالوا شوف سواريش قال إيه على الأهلي رغم أن التجربة بتاعته كانت مدتها صغيرة، ما كملش شهرين مع النادي الأهلي. سواريش صاحب ال 48 سنة وهو بيحلل الفترة اللي قعدها في الأهلي واسم الأهلي، قال الأهلي من الصعب أن يكون المشجع الأسباني العادي قادرا على وضع الأهلي على خريطة كرة القدم، لكن في إفريقيا يعتبر خصم مدريد اليوم. هو مؤسسة محترمة في مصر وتحظى باحترام الكبير باحترام كبير في الخارج. قال سواريش إن الأهلي كيان يقاتل من أجل الألقاب كما يحدث في مدريد، حيث تؤدي أي سلسلة صغيرة من النتائج السلبية إلى حدوث أزمة تشعر بها جميع أنحاء مصر. بعد الأهلي القاري هائل من حيث العظمة هو ريال مدريد الأفريقي. بالتأكيد مستوى الدوري المصري ليس كمستوى الدوري الأسباني، ولكن سواريش قال إن الأهلي قوي للغاية بصفات مميزة ولا ينبغي أن يثق به مدريد حتى لو كان هو أفضل نادي في العالم ولديه صفات أفضل. يعني ممكن جدا تلاقي النهاردة الأهلي بيلعب معاك مباراة وكأنك بتلعب مباراة الكلاسيكو في أسبانيا ما بين الريال وبرشلونة. قال كمان لا أحد ينظر إلى الأهلي باستخفاف. سواريش قال الأهلي يا جماعة هو النادي صاحب المستوى المتميز في كأس العالم للأندية، عنده ميداليتين برونزيتين. أنا هضيف عليه وأقول له لا، هم 3 ميداليات برونزية. وسيكون العامل البيئي لصالحه لأن المباراة في المغرب والأهلي عنده عدد هائل من المعجبين، وهو أحد أولئك القادرين على دفع كل اللاعبين من الداخل سواء من الخارج أو في المدرج. جماهير الأهلي حماسية جدا. في التشكيل تحدث سواريش وقال بيتم استخدام عادة خطة 4-3-3 بالإضافة إلى وجود 3 لاعبين قلب الدفاع، عبد المنعم ولاعب خط الوسط المدافع أليو ديانج والجناح عبد القادر الذي فاجأني بإعجاب، أعتقد أنهم يمكنهم أن يلعبوا في أي مكان في أوروبا. أكد سواريش في نهاية حديثه أن الأهلي سيكون بمثابة عظمة وكبرياء سيضطر أنشيلوتي إلى كسرها. إن شاء الله بإذن الله مش هيقدر، لكن هو بيتحدث على أن العظمة والكبرياء اللي فيها الأهلي محتاجة جهد كبير عشان تقدر تواجهها أو تكسرها. قال كمان لن يتركوا لهم الكرة ويكرسوا أنفسهم للدفاع، بل ستكون مباراة كرة قدم رائعة. يمكن دي كانت أبرز تصريحات سواريش في الصحيفة الأسبانية، وكمان تصريحات الكابتن محمود الخطيب في الماركا. وزي ما انتم شايفين فيه اهتمام كبير جدا من الصحف الأسبانية بهذه المواجهة الكبيرة. وعايز أكد على حاجة مهمة جدا عشان الناس اللي تتكلم على أنها بطولة ودية أو مباريات ليست ذو طابع رسمي. هل عندكم فكرة للبعض اللي بيحاول يقلل قوي من قيمة البطولات الكبيرة ان هو مش عارف يوصل للمدى ده او للبعد ده، انتوا عارفين ان ريال مدريد في كأس العالم للأندية في المغرب عدد قوام البعثة كان في الرباط 160 فرد؟ عندك فكرة عدد الحافلات او الاتوبيسات اللي موجودة مع الفريق عشان تساعد العمل الإداري والعمل الطبي والعمل الفني؟ كم حافلة؟ 3 حافلات. هل تعي ان ريال مدريد عشان يستعد للبطولة جيدا طلب ان يكون موجود في مجمع محمد السادس في سلا عشان يستعد بشكل جيد لمباراة الأهلي ومباراة كأس العالم للأندية؟ هل تعلم أن المركب أو مجمع محمد السادس لا يفتح في المغرب إلا للمنتخب المغربي فقط؟ إذا رأيت كل هذه الاستعدادات وعلمت بكل هذه المعلومات هتعرف أن الأهلي في بطولة قوية، بطولة صعبة، أكبر فرق العالم بيستعد لها استعداد خاص ريال مدريد. لكن طبعا صعب على بعض الناس ان هي تعي وتفهم هذه التفاصيل لانها من الصعب توصل لهذه المعلومات. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. وقتنا بيجري معاكم بسرعه، بس بسرعه هنروح للسوشيال ميديا وترند الاهلي واللي اتكتب في الساعات الاخيره قبل موقعة القرن بين الاهلي وريال مدريد. نبدا مع بعض بالحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر، واللي نشروا صورة مجمعة لكل أفراد البعثة، جهاز فني، لاعبين، جهاز إداري، جهاز طبي، رئيس البعثة،
كل الجهاز الإداري والطاقم الخاص بالبعثة، وكان مكتوب على الصورة انصرنا يا رب العالمين. يا رب بإذن الله يكون النصر والفوز حليف النادي الأهلي يا رب إن شاء الله. حساب ريال مدريد أيضا نشروا بوست المباراة وكتبوا نحو التأهل إلى النهائي، وطبعا نشروا صورة أو صور لأبرز لاعبي الريال، وكتبوا توقيت المباراة الساعة 8 بتوقيت المغرب أسبانيا، ولكن 9 هتكون بتوقيت القاهرة. حساب أيضا كمان لسه مع ريال مدريد عبد حسابهم الرسمي، وأشاروا إلى وصول فيرنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللي وصل إلى الرباط صباح اليوم عشان يحضر مباراة اليوم ما بين الأهلي والريال. طيب نروح مع بعض لحساب فيفا لكأس العالم للأندية، وقالوا كل الأعين نحو الرباط وتحديدا ملعب مولاي عبد الله. الأهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إما سنحظى بنهائي عربي خالص أو يكمل الملكي مشواره نحو اللقب الخامس. سيبك من الجزء الأخير إن شاء الله، خلينا في الجزء الأول، يكون نهائي عربي خالص إن شاء الله الأهلي والهلال. أفريكان سوكر أبديتس يمكن طبعا واحدة الحسابات الإفريقية، وبيتكلموا على ماتش اليوم ما بين الأهلي والريال، وعايز أقول لكم المباراة يمكن عليها متابعة كبيرة جدا، مش في أوروبا ولا أفريقيا، ده في جميع أنحاء العالم. النهاردة المباراة دي هيتابعها نسب قريبة جدا من نفس النسب اللي تابعت مثلا مباراة فرنسا والأرجنتين في مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022. وجود الريال، وجود بطل إفريقيا، فأنت بتتكلم على متابعة كبيرة النهاردة. وأعتقد الفيفا بعد المباراة كأس العالم للأندية، وبالنهاردة من الليلة في نهائي كأس العالم للأندية. قلت لكم قبل كده 100 مرة حتى لو باللاعب مين، النسب كلها هتبقى في صالح الأهلي، جماهير الأهلي وشعبية الأهلي على السوشيال ميديا ما فيهاش مقارنة ولا نقاش. النسبة احنا بنتكلم 92% لصالح الأهلي، 8% لصالح ريال مدريد. حتى لو اللي شارك مثلا لغايه دلوقتي حوالي 100,000، بس برضه بنتكلم النسبه نفسها في حد ذاتها ممكن توصل لاكثر من 90%. حساب يلا كوره راحوا للتشكيل المتوقع حد ذاتها هتبقى فيه المدوره مستمره من الريال. تشكيل وليس تشكيل رسمي، محمد هاني، منعم، محمود متولي، علي معلول، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، طاهر محمد او احمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو. هل يكون نفس التشكيل ولا يحصل تعديل على مركزين ثلاثه؟ ده هنشوفه بعد اقل من ساعتين فور اعلان التشكيل الرسمي. حساب كوره بلس يمكن القى الضوء على تشكيل الريال المتوقع ايضا لمواجهه الاهلي الليله في نصف النهائي، وقالوا في حراسه المرمى الحارس الاوروجواياني اندري لونين، وكارفاخال، ناتشو، الابا، كامافينجا، تشوميني، توني كروز، مودريتش، فينيسيوس جونيور، فيدي فالف، روديجير، جويس. ده التشكيل المتوقع للريال في ظل غيابات كتيره جدا. حساب في الجول، وخدوا خبر عاجل من اذاعه كادينا سير الاسبانيه اللي قالت فيها الاذاعه ان اسانسيو يعاني من انزعاجات عضليه ولن يلعب مباراه اليوم. يعني الساعه دلوقتي 6 الا ربع، اعتقد بعد ساعه ونص هيتم الاعلان الرسمي للتشكيل. حساب يلا كورة قالوا على جانب آخر سيكون هناك تحدي آخر للمونديال محمد هاني لإيقاف فينيسيوس جونيور. هو دايما كده مكتوب على هاني في المواجهات العالمية يقابل أقوى الجبهات في الفرق الأوروبية، حصلت مع بايرن ميونخ والنهاردة مع ريال مدريد، لكن هاني معودنا أنه بيتألق في مثل هذه الأحداث الكبيرة. سبورت 360 مصرية قالت مواجهات خاصة منتظرة اليوم، أليو ديانج في مواجهة تشواميني، حمدي فتحي في مواجهة لوكا مودريتش، وعمرو السولية في مواجهة توني كروس. برأيك من سيتفوق على الآخر؟ هتبقى معركة في وسط الملعب. حساب يلا كورة، هل يعيدها كولر الليلة ويواصل الأهلي كتابة التاريخ؟ إذا خدنا 100 مباراة ضد ريال مدريد سنتعرض إلى الهزيمة في 99 مرة منها وننتصر في مرة واحدة، لماذا لا تكون مباراة اليوم هي المرة الوحيدة؟ كلمات مانويل جوزيه للاعبي الاهلي قبل مواجهه الريال عام 2001، فهل يعيدها كولر الليله؟ هنشوف ده خلال الساعات اللي جايه. على فكره قبل ما اروح للمشاركات، اتحاد الكره النهارده يمكن من ساعات قليله كان نشر تهنئه ومباركه للاهلي على التاهل ونصف النهائي، وبيتمنى للاهلي التوفيق
امام ريال مدريد. نتمنى يا رب التوفيق للاهلي في هذه المواجهه الصعبه. التعليقات على السؤال اللي طرحناه، توقعاتكم للنتيجه ومين ممكن يتالق. اشرف يوسف بيقول فوز الاهلي 0-1 ان شاء الله الشحات، واتوقع تالق الشناوي. طيب صابر عباس بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب ريال مدريد ده 0-1 والشناوي نجم المباراه. الشناوي نجم المباراه دي معناه انها هتبقى المباراه وان سايد جيم. ماشي. محمد اشرف بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 1-0، علي معلول من ضرب الجزاء. خدوا بالكم المباراه فيها اكسترا تايم كمان لو في تعادل سلبي او ايجابي. احمد خالد بيقول اتوقع الاهلي هيفوز بالضربات الترجيح، واتوقع تالق الشناوي وتاو وديانج، وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله ويفرحنا النهارده، اهلاوي دائما وابدا. طيب دي التعليقات على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، بس عايز اكد على حاجه قبل ما اختم. اتنين لعيبه النهارده مع الاهلي لعبوا امام الريال قبل كده، حسين الشحات وبيرسي تاو. بيرسي تاو في التجربه الاحترافيه قبل كده في اوروبا، وحسين لما كان مع العين الاماراتي. في الختام يا رب باذن الله يكون التوفيق حليف الاهلي النهارده، ونتقابل مع بعض الاسبوع الجاي في الترند واحنا عاملين انجاز طيب وعالمي في مونديال المغرب. كل التوفيق يا رب للاهلي، وشكرا للاشقاء في المغرب على المسانده والدعم الكبير جدا للقلعه الحمراء. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من الترند. شكرا والى اللقاء.